أعزائي مشاهدي طيبة في كل مكان، أسعد الله مساءكم دائما بالخيرات. من واحة السلام من محافظة الوادي الجديد، نحييكم في حكاية جديدة من حكاية الواحات. أعزائي المشاهدين، نحييكم في حكاية جديدة من حكايات الواحات. وفي هذه الحكاية نستضيف نموذج من الشخصيات الطبيعية التي تساهم بأعمال الخير في إسعاد الكثير من أهل الواحات. يقدم لهم العون والمساعدة، فتلك الأيدي التي تتشابك معها الكثير من القلوب من أجل إسعاد الآخرين. أعزائي المشاهدين، نحن معكم في ضيافة الأستاذ حسن محمد إبراهيم، فاعل خير بالواحات. محافظة الوادي الجديد بواحاتها، في الخارجة في الداخلة في الفرافرة في باريس، في نماذج طيبة من البشر اللي بيحترموا الناس وبيقدروا الناس، وربنا سبحانه وتعالى يعني بيجعلهم سبب في إسعاد الآخرين. أعزائي المشاهدين، تعالوا بنا لواحد من أهل الخير في محافظة الوادي الجديد، شخصية طبيعية، الأستاذ حسن محمد إبراهيم. مساء الخير، كل سنة وأنت طيب. كل سنة طيب أستاذ خالد، ومصر كلها بخير وسلام. الأستاذ حسن محمد إبراهيم، علشان نطلع في برنامجنا نموذج للناس الطيبة، الناس اللي هي زي حضرتك كده، في الآلاف على مستوى الوادي الجديد والملايين على مستوى مصر. أنا رصدت حضرتك ومجموعة معاك من الناس بتعملوا أعمال خير كتير جدا، وشفنا قد إيه الوجع والتعب والمشقة في إن احنا نوصل الخير ده لمن يستحق زي ما بيقولوا كده. فمبدئيا كده كلمني عن أعمال الخير في الواحات بشكل عام، أخبارها إيه؟ العمل عموما الخيري له فقهه الخاص بي. نعم. لي فقه خاص بي، أن تكون يعني أنت قائم على هذا العمل برضا نفس. رضا النفس الأول. رضا نفس. ما هو لو كان حضرتك هذا العمل لغرض ما دنيوي هيبقى واضح، لغرض شخصي هيبقى واضح، لغرض اجتماعي، لشغل اجتماعي هيبقى واضح. يبقى واضح. نعم. هذا ازاي هتعمل من أجل إسعاد الآخرين هيبقى واضح. فإذا كان العمل ليه آلية، ودايما أنا يعني خلال ورش العمل مع الزملاء بقول إذا كان الإرسال صحيح والاستقبال صحيح، لا بد أن تكون الصورة واضحة. يبقى عندك هدف في إرسال، فيه استقبال، يبقى فيه صورة، هذه الصورة تبقى واضحة جدا ليك ولغيرك. نعم. واحنا في مجتمع الواحات على وجه الخصوص وفي مصر على وجه العموم، مصر ولادة، مصر معطاء، لكن الأمر يتطلب أنك تقول كلمة حق.
ممكن تميل شوية. اه ماشي، انما تقع بفضل الله. لا هنا تكمن السعادة، وهنا تتكاتف القلوب، فبين الكل علاقة حميمة تجمعهم على فعل الخير. الأستاذ حسن محمد إبراهيم واحد من المعلمين، حضرتك يعني تدرجت في المناصب التعليمية لمواقف كتيرة جدا، بدأت من أنت معلم اللغة العربية وتدرجت في الوظائف لحد ما وصلت موجه عام للغة العربية، وفي أعمال الخير الناس بتفتكرك زي ما الدولة المصرية عاملة مبادرات كويسة جدا علشان تساعد الناس البسيطة، وده هدف كبير جدا من الدولة المصرية تشكر عليه. كمان احنا في الواحات هنا الدور ده موجود وواضح في كثير من المؤسسات بتقدر تنفذه، وجمعيات كتير جدا بتقوم بهذا الدور. من محافظة الوادي الجديد وصل لها أكثر من 20,000 كرتونة مواد غذائية خلال الفترة اللي فاتت رمضان وما قبل رمضان علشان يعني نوصل للناس البسيطة. أنا بأكلمك أنت باعتبار أنك أنت بترعى كمان مجموعة وواحد من المنظومة دي، أنت قولوا لي أنت بتعملوا إيه بالضبط؟ يعني أنا شايف في مكان مخصص، شايف في حطب، شايف في عين بتولع نار، شايف العمود اللي بتحطه على الفرق مش عارف بتسموه ايه ده، يعني احكي لي القصه دي بتبدا ازاي معاك وازاي بتوصل حاجات للمستحقين. يعني هو لو احنا خدنا الموضوع من بدايته، انشانا المسجد بالجهود الذاتيه سنه 99. هذا المسجد كان مدرسه للعطاء، وبدون قصد تجمعت سكان، أو بداية السكان سنة 99 سكان الحي تجمعنا، كانوا 10 عمارات مثلا، يعني 10 ما مش أكثر من 10 عمارات. تجمعنا على إن احنا يبقى فيه المسجد، حتى المسجد في الإسلام دوره إيه؟ ليس لأداء الشعيرة فقط، هو مؤسسة اجتماعية. المسجد مؤسسة اجتماعية، مدرسة في النهاية هي منتج لعمل تطوعي منظم ظاهر ليس له هدف إلا الخير، السعي وراء الخير هو ده الأساس. فبدأنا بوجبات بسيطة، ده جيب كيس سكر وده جيب كيس رز وده كيس الرز وكده، فين يعني فين المحتاج، فين اليتيم، فين. ودايما الحديث واضح، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار إصبعي السبابة الوسطى في الجنة. طيب هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يطبق؟ آلية التطبيق ما فيش حاجة اسمها تقول لنا أصلا أنا يعني محتاج، أصلا أنا ما أعرفش، أصلا أنا ما عنديش. لا، طب ما احنا يعني هو الدولة كل شيء على عاتق الدولة. فبدأنا في ان احنا نجمع حاجات بسيطه كده وننشرها. فكان بيجابلنا انه يعني في امتعاض من البعض، حياء تعففا، موضوع مش اخدين عليه. وبدا العمل يزداد ببركه ربنا بفضل الله. ثم اهل الخير
من اللي حضرتك من كيس سكر، ورقة شاي، لدرجة العتبة وجبات كاملة متكاملة. عارف ازاي؟ طيب هل هذا العمل بعيد عن أعين المؤسسات لا ده في وسطها. في وسطها؟ يعني أنت بتعمل عمل أمنيا لازم أنا أدل. أنت بتعمل ليه؟ هل ما الهدف من وراء أو الطائل من وراء هذا العمل هو تحقيق عمل خيري؟ السلام، تحقيق يعني السلام. معلش، أخ فاضل، جار فاضل، إنسان بيستغيث، إنسان ملهوف جبرا للخاطر. فبدأنا بهذه الآلية وبهذه الكيفية، لنحن في يوم من الأيام وإحنا في المسجد كنا بنعمل إفطار صائم لأطفال أيتام، عشان تعرف الموضوع وصل كده إزاي. أطفال في المسجد من أهل الخير برضو، بنجيب الطباخ فبنرمي الأكل، أكل كتير والعيل صغير. أنا يعني أنت أخذ مندفع لكلمة يتيم لك، بس عايز تديله حبا في انك انت عايز تظهر انه هو يعني انت محتويه، او المسجد محتويه، او اهل الحي محتويينه. اخذ واحد ازاي؟ ف واحد من الطفل من الاطفال، يا عمو، قال له نعم، قال له ممكن اخذ وجبه لماما، اخذ باقي الاكل ده لماما. ومن هنا بدات شراره الانطلاق. قلنا لا، يبقى كده الموضوع يتحول بقى من داخل المسجد لخارج المسجد. فبدأنا بعمل ايه؟ خلاص، خضار وطبيخ ومش عارف اللحمة. ففكرنا خارج الصندوق نعمل حاجة أرقى شوية، اللي هو المندي، مندي الفراخ مغلف. طبعا بدأنا يعني يمكن يكون بدأنا بعشر فرخات لغاية رمضان 23، رغم الظروف 150 وجبة بتطلعها أو 150 فرخة. خليك ازاي في التو اللحظة 150 خلال نص ساعة زمن بتنزل مكيسة، زي ما انت شايف حضرتك في الصورة. أخذك ازاي؟ بتنزل مكيسة، شغل احترافي، مش لانك انت بتعمل عمل حاطط قدامك ان هذه تقع في يد الله قبل ايد البشر. وتبقى تلك الأعمال من أفعال الخير نموذج للكثير من أبناء الواحات الحريصون على تقديمها لأناس هم أصحاب السعادة. الأستاذ حسن محمد إبراهيم، شغل المندي في الواحات بشكل عام وجبة ترفيهية زي ما بيقولوا كده، وبيبقى طعمها جميل جدا حتى في القرى السياحية عندنا خارجة وداخلة فرافرة. السياح والمصريين اللي بيجوا يقضوا يوم أجازة ولا حاجة يقول لك اعمل لي مندي، سواء كان لحمة سواء كان فراخ. قول بقى ليه اخترنا موضوع المندي على وجه الخصوص؟ معلش، الأستاذ خالد مقتدر ويروح القرية السياحية ويعرف يعني إيه مندي، يروح المطعم ويعرف يعني إيه مندي. أما هذا ما يعني معلش، هذه الفئة، لا أذكر فلان أو علان أو كذا، هذه الفئة عفيفة في بيتها، أرملة في بيتها، عجوز في بيتها، مريض في بيته، مريضة في بيتها. وتصل إليه الوجبة
اخذه ازاي؟ قالوا لك يعني كلمة احترافي مش انا اللي قلته، ده على لسان كل من شاهد. كل من شاهد وكل من شاف وكل من تذوق هذا الطعام شغل احترافي، وده هذا من توفيق الله، لانه طالع برضا من المتبرع ومن اللي اشتغل ومن اللي وزع لغايه ما وصلت الوجبه الى ده. فده السبب ان احنا في اعتراض، امر طبيعي انه يعترض. الاعتراض ايه؟ يعني مندي؟ ايوه مندي. ليه لا؟ انت حضرتك انت مهيئ انك انت تودي كرتونه، وانا ربنا هيئني ان انا اودي وجبه مطهيه، مش هتترمي. يعني انا ببص على انه وجبه مطهيه يعني متميزه او منفرده في نوعها، في مطبخها كويس بفضل الله. انا ما اقدرش اقول ان مطبخها كويس مش مطبخها كويس، لانه ردود الافعال هي اللي تقول. انه بعض الاخوان قال ده شغل احترافي. ربنا يزيدكم. الله يبارك فيك. الله يخليك. الاستاذ حسن محمد ابراهيم، حضرتك معلم في الاصل يعني زي ما بيقولوا. هكلمك بقى باعتبارك انك انت يعني استاذ اللغه العربيه وموجه اللغه العربيه، واسالك من ضمن كمان كده، اخبار التعليم ايه في الواحات؟ يعني حضرتك لما بدات الدراسه من 50 سنة فاتت، فاكر المدارس اللي انت رحتها؟ قولها لي كده. احنا في مدرسه ما حضرناهاش يعني، اللي هي مدرسه بحر، اللي هي مدرسه الشيخ بحر، هي المدرسه الاولى على مستوى لكن الجيل بتاعنا مدرسه البنين اللي هي في ميدان الشعله دي رقم واحد. حضرتك ازاي؟ ثم بعد ده مدرسة ناصر والوادي بنات، ادي اتنين. ثم الاعداديه المشتركه كانت ثانويه واعداديه اللي هي عند بيت المحافظ حاليا. حضرتك ازاي؟ دي التلات اماكن اللي هم كانوا بداوا شراره التعليم في كان ما فيش غير الاربع مدارس دول بس كده، هم دول. وبعد كده ثانويه عامه في مكان الصنايع اللي انت مدرسه الصنايع الحاليه كانت ثانويه عامه، وبعدين اتبنت الثانويه العامه، فخلاص بقت المدرسه دي للصنايع، وبعد كده دي كان للثانويه العامه، وانتشرت الثانويه. بتاعنا بقى اخذناه من اسيوط ولا من القاهره؟ لا، من اسيوط. اخذته من اسيوط. انا دبلوم معلمين اصلا. ما كانش في جامعه بقى هنا في دلوقتي. لا ما كانش في، لا دلوقتي بسم الله ما شاء الله اتغير. طبعا اتغير الوضع تماما. أهل الواحات ناس طيبة، قلوبهم صافية، هم أهل الكرم على مر الزمان، فالجود عنوانهم. محمد ابراهيم، عنوان الحلقه بتاعتنا احنا الخير في واحد، ومن العنوان ده اخد منك كمان حاجه يعني انا لامسها في كل العمل الخيري ومن ابناء الواحات اللي اشتغلوا في العمل الخيري. اخد منك اسماء بعض الناس اللي هم بنعتبرهم بالنسبه لنا احنا يعني ايه رواد في العمل الخيري على مستوى واحات خارجه داخله فرافر، لان العمل الخير هو اللي باقي، ممكن الناس تكون ماتت بس سيرته معنا. اتفضل. اقول لحضرتك يا استاذ خالد، اذا سمينا اسماء يبقى احنا هنظلم اللي ما ذكرناهوش. ايوه. تخيل حضرتك كده انك انت وانت في بيتك ويجي لك لغايه عندك طبق بلح. حاجات بسيطه. كان زمان الوادي او كان انا اتكلم على مستوى الخارجه هنا. الأستاذ خالد ما عندهمش نخل، ما عندهمش بلح. واجب علي كجار، واجب علي، فرض علي ان لازم اودي لك بلح. اودي له بلح.
الله عليك زي. طيب هذكر مين؟ هذكر خالتي وعمتي وخالي وفلان وعلان الناس اللي على حاجات لكن هناك رموز، فيه رموز لما يقول لك كده. من الرموز اذكر يعني اللي يحضرني فيهم. اتفضل. يعني ازاي؟ بيت معاذ. تمام. يعني يذكرني عمك الحاج عبد الله وهبه واولاده الله يرحمه. رحمه الله. عمك محمد عبد العواض. الباشمهندس محمد حسن بلال ربنا يديه الصحه ويعافيه عنه وارضك. امين يا رب. اخدوك ازاي؟ وكتير اخد حضرتك ازاي؟ في كل قطعة أرض أو في كل شبر أرض هتجد. الأستاذ حسن محمد إبراهيم، السلام الاجتماعي كلمة كبيرة جدا تحتاج من كل بني آدم فينا، على مستوى اللي بيشوفنا على الشاشة دلوقتي أو على مستوى الوادي الجديد بشكل خاص إذا كنا بنتكلم عن الوحدة وجبر الخواطر. كل ده بيعمل تكافل اجتماعي مع البشر، لما ده يراعي مشاعر ده وده يحترم ده. اسمعك في دي باعتبارك انت بقى متخصص في اللغة العربية وفي القرآن. السلام الاجتماعي يبدأ من حرف الألف. دايما إذا درست اللغة العربية كأحرف أو كحروف صماء هتبقى مبتورة. أما إذا درست اللغة العربية بالأحاسيس الدلالية يبقى انت انتشلت هذا الجيل من، معلش تعبير ممكن يروق ليك او لا يروق. انا مش عامل البيت معلف. لا، البيت مش معلف. البيت مؤسسة احترافية اجتماعية اقتصادية. حط كل ما هو الدين لم يترك شاردة ولا غدة الا وذكرها. الأم مدرسة. ماذا تعني كلمة الأم مدرسة؟ أنا أقول لك تبدأ من الألف. لو درس الألف، ألف زائد باء يبقى يعني إيه؟ يعني أب. وإذا درس بأحاسيس أن يحترم الأب أو الأب، فإذا درس الحرف الألف بأحاسيسه، الباء بأحاسيسه لغاية حرف. هتقول لي طيب ده احنا، لا ده احنا ده موضوع بقى، ده انت هتنتقل من التدريس بالاحاسيس لسلام اجتماعي وامن اجتماعي وقوه اجتماعيه وقوه اقتصاديه وهو الى اخره. لانك انت ما فيش تلقين، هو ده عن الحفظ والتلقين في فكر، لانك انت درسته باحاسيس عندك هدف. لكن من المؤسف الدروس الخصوصيه غزت، لكن أين 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 الأبوة؟ أين النخوة؟ أين الهدف؟ أين النبراس؟ فيه على قيد الحياة من اللي درسوا لينا ربنا يحفظهم، واللي مات الله يرحمه ترفع لهم القبعة. وده في كل مكان ترفع عليه القبعة. أستاذك فعلا كلمة أستاذي بما تحويه وبما تحمله من معاني ما بقول لك على حسيس. انت بتعمل تعظيم سلام للاستاذ اللي هو اسس، للاستاذ اللي هو ربى، اللي هو ادى والاداء والعطاء بدون مقابل. الاستاذ حسن محمد ابراهيم، امنياتك لمصر ام الدنيا وامنياتك لابناء الوادي الجديد؟ بالنسبه لمصر أسأل الله أن يزيل عنها الكبوة، خلت تقف، ويجعل أعداء مصر كيدهم في نحورهم. آمين يا رب. هذه واحدة. الذي يطمئن، قلت لك مرة واثنين وإحنا في بداية اللقاء، أن ذكرت في القرآن مرة واثنين وثلاثة كما ذكرت مكة. مكة البلد الحرام وذكرت مصر. مصر ذكرت، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. طب في غبار، لازم يبقى في غبار، لكن لابد وان ينجلي هذا الغبار ان شاء الله باذن الله تعالى. امنيتك للوحدة؟ بالنسبه للوادي امنيه سريعه، وده نداء
السيد رئيس، يعني ابدا بالسيد اللي هو المحافظ ثم السيد رئيس الجمهوريه. الزواجيه طريق الخارج اسيوط، هو طريق يحتاج جهد اكثر من ذلك. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في حكاية من حكايات الواحات، سردها لنا واحد من أبناء مركز الخرجة، الأستاذ حسن محمد إبراهيم، والذي طاف بنا بين أحضان الواحات ليسرد لنا حكايات الخير. فإلى أن نلتقي بكم، له منا التحية ولكم منا السلام. مشاهدين، كنا معكم في حكاية من حكايات الواحات، قدمناها لكم من محافظة الوادي الجديد، وإلى أن نلتقي معكم في حكاية جديدة، لكم تحيات فريق العمل محمد حسين خالد عز الدين، والإخراج للزميل حاتم الشريف.